بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا مع حضراتكم كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. النص الأول من حلقتنا بتبقى مجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها، وبنجيب لحضراتكم طبعا أهم الأخبار اللي حصلت خلال يومين ثلاثة اللي قبل الحلقة، وتبقى فرصة كويسة جدا إن احنا يعني نطلع حضراتكم على المستجدات في الألعاب الأخرى. النص الثاني بيبقى معانا فقرة حوارية. الحقيقة فقرتنا النهاردة عن الووتر بولو أو كرة الماء. ليه بقى؟ لأنه احنا في النادي الأهلي من 4 سنوات بدأنا النهضة الحديثة في الووتر بولو. خليني أقول لحضراتكم النادي الأهلي طول عمره في الووتر بولو يعني من الأندية الكبيرة جدا، ولكن حصل دروب فترة من الفترات واستعاد تاني النادي الأهلي نشاطه في بناء فريق جديد من 4 سنوات. كان يعني ثمار هذا المجهود هو بطولة كأس مصر اللي فاز بها فريق الرجال يعني ممكن من 10 أيام تقريبا، من أسبوع 10 أيام، ودي كانت مفاجأة كبيرة إن هو فزنا بالكأس بعد عودة 4 سنوات أو بعد بعد 4 سنوات عن بطولة الكأس. الجميل هنا مش انت فزت بالكأس بس، لا الجميل انت فزت على القطبين الجامدين في اللعبة، يعني انت فزت على الجزيرة تقريبا على ما اتذكر في قبل النهائي وهليوبلس في النهائي، والجميل ان انت كسبت دبل سكور، يعني مش بس ان انت كسبان 10-4-8 او يعني هجيب لحضراتكم النتائج 10-4 سيمي فاينال طبعا قدام الجزيرة و8-4 في النهائي، يعني 10-4 و8-4 مع فرقتين تقال جدا الجزيرة وليوبلس اللي هم يعني بقالهم 4-5 سنين يعني متسيدين اللعبة بكل أريحية. هنا النادي الأهلي الحقيقة بيسطر عهد جديد. الجميل كمان فرقتنا شباب، جهاز فني واعد شباب. النهاردة حلقتنا عن الووتر بولو، هيكون ضيوفي هنتكلم معاهم عن بناية الفريق، عن ازاي ابتدوا، طموحاتهم، هيعملوا ايه في الدوري، هنتكلم معاهم وهنحط لحضراتكم صورة كاملة عن الووتر بولو في النادي الاهلي. هيكون معايا النهاردة مجموعة كبيرة، يعني جهاز فني، هيكون معانا طبعا 2 كباتن كبار من الجهاز الفني وايضا 4 لاعبين. هيكون معانا كابتن سيف الدين ممدوح، وعندنا كابتن توفيق احمد من الجهاز الفني، وعندنا كمان لاعبين محمود طارق وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن فوزي وزياد وائل هيكونوا معانا من اللاعبين. هنتكلم عن كل شيء. لو حد من السادة المشاهدين انترستد او يعني نفسه يلعب ووتر بولو اكيد الحلقة دي هتفيده بشكل كبير. هنروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد، وكنا غطينا مع حضراتكم يوم السبت الماضي المؤتمر الصحفي للإعلان عن التعاقد مع مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد لكرة اليد رجال لمدة 3 سنوات قادمة. دي طبعا صورة الكابتن في احد المحاضرات اللي اتنظمت طبعا في النادي الاهلي المحاضره دي بعد العوده من بطوله العالم. خليني اقول لحضراتكم وافكركم ان فريقنا فاز بالمركز الرابع وحصل على المركز الرابع في السوبر جلوبال، وهو طبعا مركز متقدم جدا على 12 فريق. الفرقه رجعت يوم الاثنين، التمرين ابتدى من يوم الثلاث على طول. خلاص اول ظهور للكابتن ديفيدز هيكون بكره ان شاء الله في مباراه هليوبلس. الماتش هيتلعب على صاله طبعا صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 4. انا بس بتاكد من الميعاد قبل ما اقول لحضراتكم. الماتش هتلاقي بكره الساعه 4 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وده هيكون الظهور الاول ل طبعا المدير الفني الجديد اللي عرفناه واللي شفناه خلال الفتره اللي فاتت في التدريبات انه بيركز على الاساسيات، ودي حاجه جيده جدا الحقيقه. الاساسيات اللي كان دايما بيكون عندنا ازمه فيها في الوقت الكريتيكال، باصه مقطوعه، تيرن اوفر مثلا مش محسوب، شوطه في ايد الجون، شوطه في العارضه، في الدفاع كمان ممكن يكون في بعض الاخطاء. مستر ديفيد الفتره اللي فاتت كل اللي حضر تدريبات اكد على ده ان هو بادئ في البيزك، بيقول بيعملوا في حاجه في كره اليد بيسموها مثلثات، يعني بتبقى عباره عن تمرينات كلها بيزكس وفاندمنتالز. فواضح ان هو الراجل جاي يشتغل ويبني فريق. الجميل انه بيتابع كمان تدريبات ومباريات الناشئين. كل التوفيق طبعا لمستر ديفيد، وكلنا ثقة في اختيار النشاط الرياضي ومجلس الإدارة طبعا من قبل النشاط الرياضي للتعاقد مع مستر ديفيد. وثلاث سنوات بتحقق استقرار كبير للفريق فنيا ومعنويا. خلاص اللعيبة عارفة ان المدير الفني ده قعد 3 سنوات فبيبقى في استقرار بشكل كبير. كل التوفيق ان شاء الله بكرة في هليوبلس في ظهور الأول طبعا للمدير الفني. أكيد مش هيبان شغله من مباراة واحدة، يعني أكيد طبعا ده وضع طبيعي، ولكن هنا بنبني عندنا وقت، وكان اختياره بعناية بعد البطولات
اللي كانت ضيقه ورا بعض، السوبر المصري في بطوله افريقيا، في بطوله العالم كان ورا بعض على طول، بعديها عندك بقى دوري السوبر او دوري العام المصري او دوري المحترفين، عندك وقت طويل لما تخش في الجد، فانت عندك فرصه تعيد بناء هذا الفريق او تديله طبعا ما ينقصه. هنروح لكرة اليد سيدات. كابتن خالد العوضي مدير نشاط الرياضي منذ قدومه للنادي الاهلي يعني او يعني تولي المسؤوليه كمدير نشاط رياضي، فكر في طريقين. الطريق الاول هو التجديد للاعبين واللاعبات اللي عقودهم خلصت، ودي ثروه النادي الاهلي الحقيقيه، انه طبعا محتاج يعني يجدد مع اللعيبه عشان ما تمشيش، وده وضع طبيعي، مش هتعاقد مع حد جديد واللعيبه عندي بتمشي. المحور الثاني المتوازي ليه هو التعاقد مع لاعبين جداد على حسب رؤيه المديرين الفنيين وبدعم مجلس الاداره. النهارده في خبر هنعلن عنه طبعا، والنادي الاهلي اعلن عنه، اللي هو التجديد مع فريده الشرقاوي نجمه فريق كره اليد سيدات لمده 4 سنوات، ودي صوره التجديد مع العقد الجديد لكره اليد. كابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي النادي الاهلي اعلن تجديد التعاقد مع فريده الشرقاوي نجمه فريق كره اليد لمده 4 سنوات. كابتن خالد صرح ان اللاعبه وقعت بدون اي طلبات، وده علشان هي متمسكه انها تكمل مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. واكد ان اللعيبه عندها خبرات كبيره وليها دور مهم مع فريق السيدات، وده في ظل المنافسه في كل البطولات في الشهور اللي جايه ان شاء الله، وكمان عشان نقدر تنقل خبراتها اكيد للاعبين او اللاعبات الجداد او الصاعده على الفرقه، لانه طبعا انتوا عارفين هي اجيال وبتسلم اجيال، مستني من فريده طبعا اكيد كل تالق وكل يعني عطاء مع الفانيلا الحمراء. وخليني اقول لكم حاجه كمان، انه النادي الاهلي في كره اليد عنده ازمه كنا اتكلمنا فيها قبل كده، انه اللاعبات عدد كبير من اللاعبات مع منتخب مصر دلوقتي، فاللي بيتمرن عدد مش كبير، يمكن اكتر نادي بيغيب عنه لاعبات في الاعداد دلوقتي هو النادي الاهلي، ولكن هذا هو قدر النادي الاهلي، انه اغلب المنتخب السيدات من قوامه من لاعبات النادي الاهلي، فده طبعا ما فيش فيه اي مشكله، والجهاز الفني بقياده الكابتن محمد عادل زولا اكيد هيقدروا يعوضوا هذا الغياب، ونتمنى طبعا كل التوفيق لفريق السيدات السنه دي لاستعاده الالقاب الغائبة عنه العام الماضي. هنروح لدوري المرتبط رجال لكرة السلة، ماشيين كويس الحمد لله. الدورة المجمعة الأولى انتهت بفوز الكبار والصغار، المرتبط والكبير. كانت المباريات كالآتي: كانت دسوق، طلاع الجيش، وسموحة. الفريق الكبير فاز في 3 مبارياته، وأيضا المرتبط اللي هو فريق 16 سنة مواليد 2007-2008 استطاع أيضا أن يفوز في 3 مباريات، وهقول لكم إيه الجميل في كده. خلينا بس استعرض معاكم نتائج المباريات. المباراة الأولى دسوق، الأهلي الفريق الكبير فاز 85-43 على نادي الجيش المحترم، طبعا انتهى الفوز على طلائع الجيش، انتهى بالفوز 75-46، وانتهى طبعا بنهاية بفوز على نادي سموحة 71-63. المرتبط أيضا فاز بنفس النتيجة، لكن الجميل هنا في المرتبط أنه الحقيقة جيل 2007 كان لم يوفق في سنه في 14 سنة مع سموحة، ونفس الكلام بالنسبة لجيل 2008، كان سموحة متفوق منذ عامين في الجيلين 2007 و2008، ولكن النهارده لما ضموا الجيلين على بعض، وكابتن اسلام الكيلاني طبعا المدير الفني لفريق المرتبط عمل شغل كبير جدا معاهم. النهارده المباراه في المرتبط طلعوا على سموحه في بعض الاوقات 18 نقطه، خلصت المباراه حوالي 9 او 10 نقاط، ولكن في فترات وصل الفارق الى 18 نقطه، وسموحه طلع 4-5 نقاط، وبعد كده يعني قصدي اقول لكم ان المرتبط بعد ما كان في 14 سنه بيخسر من سموحه، الان في المرتبط بيقدر يفوز على سموحه بكل اريحيه لما 2007-2008، برغم ان فريق سموحه المرتبط محترم جدا جدا جدا، فريق كويس جدا، وده الجميل في النادي الاهلي. مستر اجوستي طبعا باصص على الفريق الاول بيشتغل معاه، ولكن عينه على قطاع الناشئين، مستر دانيال رئيس قطاع الناشئين، مودي الجرحي، ابراهيم الجمال، كريم ضيف، الحقيقه حاجه كوكبه من النجوم اللي هتقدر ان شاء الله بشكل كبير تكمل مسيره اللي قبلهم، سواء كابتن سيد صبر او كابتن دكتور النمر، او كمان قبليهم كابتن طاهر رجب طبعا، يعني الخبره الكبيره اللي استطاع ان هو يقدم مجموعه كبيره من الناشئين. طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده، وهي كره السله سيدات. ما شاء الله حتى الان ماشيين كويس جدا. دوري المرتبط السيدات سابق الرجال بخطوه، لان الرجال راحوا بطوله عربيه، ولكن السيدات ما راحوش بطوله عربيه، فهم سابقين بنسبة كبيرة الفريق الكبير، يعني الفريق الكبير بيلعب دورة جماعة الرجال الثانية، فريق السيدات رايح دور الثمانية. فريق السيدات استطاع انه يفوز في دور ال16 على صيد رايح جاي، وبناء عليه طلع لدور الثمانية. الفريق طبعا بقيادة الكابتن طارق خيري، ومنتظرين يشوفوا مين اللي كسبان من مباراة مواجهة مصر التأمين والزهور. طبعا بالتوفيق لفرقتنا، اكيد انا اتوقع انه ممكن تكون مصر التأمين بنسبة كبيرة اللي هتكون معانا طبعا، محترمنا اكيد نادي الزهور فرقه كويسه جدا، وصل دور 16 اهو، يعني فريق جيد، ولكن بيتهيألي مصر التأمين اللي هتتأهل لدور الثمانيه، يعني الجد هيبقى من دور الاربعه شويه.
انما هو غالبا الفاينل هيكون يعني اهلي سبورتنج كالعاده، او كلاكيت رابع او خامس سيزون المنافسه بتكون الاهلي سبورتنج. سبورتنج عامل فرقه كويسه جدا، ولكن النادي الاهلي في البدايه جدد مع اللعيبه المنتهيه، لعيبه مصابه او لعبات مصابات كانوا زي طبعا ثريا رجعوا تاني الملعب، نادين كانت مصابه اخر الموسم اللي فات في ركبتها رجعت الملعب، تعاقدنا مع محترف على مستوى عالي، جبنا صفقات جديده، هلا شعراوي رجعناها تاني النادي الاهلي، ميرال اشرف، وتصعيد اللعيبه اللاعبات طبعا من قطاع الناشئات. الفرقه شكلها حلو، اتمنى ان شاء الله نمشي زي ما احنا ويكون التوفيق حلفنا. انتوا عارفين لما المنافسه قريبه جدا محتاج توفيق، محتاج توفيق، الكوره بتفرق، الهمسه، الصفاره، محتاج توفيق بشكل كبير. ان شاء الله نبارك لهذا الفريق استعاده الالقاب مره اخرى، لان هم الحقيقه بذلوا مجهود جامد هذا الموسم او بدايه الموسم في الاعداد مع كابتن طارق خير. هنروح بسرعه لكره الطائره رجال. بعد طبعا معاناه وبعد انتظار وطول انتظار، خلاص النادي الاهلي ان شاء الله الفريق الاول هيقص شريط بدايه الدوري مع فريق بنها ان شاء الله يوم 5 نوفمبر القادم. زي ما حضراتكم عارفين انه تم اعلان عن الجدول الدوري مؤخرا، ولكن ما تمش اعلان مواعيد انطلاقه بالظبط، ولكن خلاص 5 نوفمبر اول ماتش لينا مع نادي بنها. وبفكركم بمجموعتنا، بنها، بتروجيت، مصر البترول، الترسانه، اسكندريه البترول، دي مجموعه النادي الاهلي، وهنلعب رايح جاي، وبعد كده هيترتب المجموعات، مجموعه من الاول الى الخامس، 1 2 3 4 5 الاول للسادس، وبعد كده هيبتدي للدور اللي بعد كده بيطلع ثلاث فرق، وثلاث فرق بتتصعد للدور اللي بعده، وثلاث فرق بيلعبوا على الهبوط وترتيب المراكز. فرقتنا طبعا زي ما هي الحمد لله، يعني ما فيش اي اصابات، الدنيا ماشيه كويس، بل بالعكس تم تدعيمهم هذا الموسم بثلاث صفقات جديده، ومحمد عزب والايطالي لويجي والكوبي يوندر جارسيا. اذا فرقتنا، وبالمناسبه يعني جارسيا في مركز الليبرو، فانت هنا بتعلي استقبالك. كل اللي شاف لويجي اللاعب الايطالي طبعا اتكلم قد ايه في الاستقبال، يعني هنا كابتن محمد مصالح ميدو مركز جدا على الدفاع، لانه الدفاع من غير الدفاع، من غير ما تقدر تستقبل كويس، ما فيش فولي بول. فهو كان هدف كابتن محمد مصالح ميدو الفتره دي انه يعلي الاستقبال والدفاعات، خاصه ان النادي المنافس بيلجا لاستقدام مدربين اجانب في نهايه الموسم، لعيبه اجانب في نهايه الموسم، اخر 4 5 ماتشات، لان نظام الدوري طبعا بيخدم هذا الاتجاه، مش اكيوميليتد، مش تراكمي، ولكن بيروح بتخش على الدور اللي بعد كده بيصفر لك العداد، وكان اللي فات لم يكن. وللاسف ده طبعا حاجه يعني مش مظبوطه، لازم يكون الدوري اكيوميليتد زي كره اليد، زي كره السله، لازم كل النقاط اللي انت بتاخدها بتطلع بيها، مش لازم كلها، بس لازم يبقى فيه انت واخد خطوه قدام، لان انت طول الموسم بتكسب، مش طبيعي ان انت بتخسر. السنه اللي فاتت المنافس خسر 4 5 ماتشات في التصفيات وطلع في النهايات زيرو، المتساوي باللي بيكسب. طب ازاي؟ يعني حاجات يعني بتحصل، واكيد الناس كلها فاهمه عشان ايه، يعني اذا كان نظام المسابقات الكلام ده كله الناس فاهمه الموضوع ده بيبقى عشان ايه ومصلحه مين. ولكن ان شاء الله رجال الكره الطائره جاهزين ان هم ان شاء الله يستعيدوا الالقاب ويستعيدوا البطولات مره اخرى، خاصه المحليه باذن الله. هنروح ايضا لكره الطائره سيدات، ونفس الكلام ونفس الحوار، ان شاء الله هينطلق الدوري يوم 7 نوفمبر بعد الرجال بيومين، الرجال 5 والسيدات ان شاء الله يوم 7. كابتن حمدي الصافي خلاص بدا ينزل بالاحمال، بدا يستعد ان شاء الله، خلاص احنا بنتكلم في 10 ايام تقريبا وينطلق دوري السيدات. مجموعتنا الزهور، الزمالك، اليوبلي، 6 اكتوبر، وادي دجله، الاتحاد السكندري، وايضا هيلعبوا من دورين. وفرقتنا زي ما حضراتكم عارفين برضو اتدعمت بمجموعه من اللاعبات الجداد زي مريم ثروت، علياء هاني، والمحترفات من بورتوريكو، ديانا رايس وكاريتا وكاسيو، معانا كده يعني ان شاء الله محترفات من العيار التقيل، يعني اللعيبه دي كانت بتلعب بطوله عالم في هولندا على ما اتذكر، وحتى هم وقعوا للنادي الاهلي وهم في هولندا. فاذا معانا لعيبه او لاعبات تم استخدامهم بشكل جيد، اللاعبات اللي موجودين على قدر كبير جدا من الفنيات. يبقى ايضا التوفيق ان شاء الله في ظل طبعا المنافسه القويه اللي هتحصل السنه دي بالذات في كره الطائره الرجال والسيدات، كل الفرق قوت نفسها. النهارده بنتكلم في كره اليد سيدات نفس الكلام، الفرق الثانيه بتقوي نفسها، يعني يمكن صحه النادي الاهلي واهتمامه بهذه الالعاب دفع كثير من الانديه الحقيقه ان هي تهتم بهذه الالعاب. طبعا في العاب في انديه مهتمه بيها، يعني زي الاتحاد الاسكندري مثلا في كره السله، لا طبعا بس النهارده الاتحاد الاسكندري بيأسس فرقه في كره السله سيدات، ودي حاجه انا يعني ما افتكرهاش وانا بلعب الحقيقه، ان كان في فريق سيدات لكره، انا اسمع بس الحقيقه ما شفتوش بعناية، ودلوقتي سمعنا. فإذا كل الأندية النهاردة عايزة تعمل فرق وتنافس، وده حقهم المشروع، وده في الآخر بيصب في منتخب أو في مصلحة منتخب مصر.
هنروح للخبر اللي بعد كده وهو الكاراتيه. زي ما قلت لحضراتكم ان الكاراتيه كلعبه في مصر هي لعبه فرضت نفسها انها تكون عالميه وتحط دايما مصر في مصاف الكبار في هذه اللعبه، وبالاخص طبعا اكاديميه النادي الاهلي للكاراتيه وايضا فريق النادي الاهلي للكاراتيه سداسي. النادي الاهلي للكاراتيه هيشارك مع المنتخب باذن الله في بطوله العالم بتركيا، وده خبر يعني 6 لعيبه من النادي الاهلي بيشاركوا مع المنتخب، وهو عدد كبير جدا. ده بيدل قد ايه اكاديميه، وكلهم بيبقوا اولاد النادي الاهلي، اكاديميه وفرق النادي الاهلي بتبقى هي الدعم الاول لمنتخبات الكاراتيه. سداسي الكاراتيه بالنادي الاهلي وهم ياسين احمد وعمر اشرف ومحمد صلاح ومريم احمد وملك ناجي وفاطمه عبد الناصر بيستعدوا مع المنتخب علشان لصورهم طبعا نجومنا الكبار، بيستعدوا مع المنتخب عشان يشاركوا في بطوله العالم واللي بتتلعب في تركيا في الفتره من 26 لحد 30 اكتوبر اللي احنا فيه. سداسي الاهلي هيلعبوا في الموازين دي، ياسين احمد كوميتي ناشئين وزن 70 كيلوجرام، عمر اشرف كوميتي شباب وزن فوق 76 كيلوجرام، محمد صلاح كوميتي، ويا رب ان شاء الله الاسم يكون فتحة خير عليك يا محمد، محمد صلاح كوميتي تحت 21 سنه وزن 60 كيلوجرام، مريم احمد كاتا بنات 16 سنه وكاتا جماعي شابات، ملك ناجي بتلعب كوميتيش ناشئات فوق وزن 54، وفاطمه عبد الناصر كوميتي شابات وزن 59 كيلو جرام. كل التوفيق طبعا لنجومنا ونجمتنا في الكاراتيه. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا يعني زي ما بيقولوا الايقونه بتاعتنا دكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره، عندك كمان طبعا جيانا فاروق دكتوره جيانا فاروق نجمتنا البطله الاولمبيه، عندنا لعيبه ولاعبات عملوا اسم كبير جدا. بمناسبه دكتور مهند مجدي رجع يلعب تاني، والله زي ما بقول لكم لا شيء يمنع ابدا لعبه احنا يعني بنتفوق فيها. دكتور مهند عضو مجلس الاداره النهارده رجع يلعب تاني وبيشارك في بطولات، وكان في بطوله قريبه على ما اظن في تركيا. هو عنده لسه الرغبه وعنده القدره يلعب الكاراتيه، ما فيش اي لائحه تمنعه انه يشارك في البطولات الدوليه، اذا يشارك ودي حاجه جيده جدا جدا. ودايما دكتور مهند مجدي بيضرب المثل ان ايه، ان الرياضه عزيمه واراده، خاصه انه كان بطل عالم في وقت من الاوقات. نتمنى كل التوفيق يا دكتور مهند ان شاء الله. هنروح للسكواش. مصطفى عسل يبدو انه يعني كلما لم يوفق في بطوله او اثنين بيزداد اصرار وبيزداد عزيمه وبيزداد اراده في المكسب. مصطفى عسل بعد لم يوفق في بطوله قطر ورجع بطوله مصر الدوليه تقريبا على ما اتذكر خد ثالث في البطولتين، راح شارك في بطوله جراس هوبر للسكواش. وعلى فكره البطوله دي من ليفل 1، كل الابطال اللي لعبوا في قطر ولعبوا في بطوله مصر المفتوحه راحوا بطوله جراس هوبر للسكواش. مصطفى عسل توج بهذه البطوله اللي اتلعبت في الفتره من 18 23 اكتوبر اللي احنا فيه في زيورخ بسويسرا. مصطفى كان فاز في النهائي على زميله في المنتخب مروان الشرباجي بنتيجه 3-0 في مباراه استمرت 39 دقيقه، ودي بتبين قد ايه تفوق مصطفى عسل. وجت نتائج الاشواط 13-11 11-2 نتيجه قاسيه على مروان، و11-5 الشوط الثالث. مصطفى بدا مشواره بالفوز على بطل فرنسا مارشيه بنتيجه 2-0، وبعدين فاز على زميله في المنتخب طارق مؤمن بنفس النتيجه، وبعدين فاز على مصطفى فاز في النهائي على زميله فارس دسوقي بنتيجه 3-2. وخليني اقول لكم انه مثلا هديكم مثل بسيط، هتقولي طب فين بول كول خسر، يعني بول كول خسر من طارق مؤمن طلع بول كول، فاذا كل اللعيبه الكبار كانوا موجودين. فالنهارده مصطفى عسل لما بياخد بطوله زي دي وهو دلوقتي بيتربع على المركز الثالث، هو بياخد خطوه خطوه عشان يوصل لقمه التصنيف العالمي. كل التوفيق لمصطفى عسل. وبكده نكون خلصنا اخبار النادي الاهلي. خلينا نروح للاخبار المحليه. غدا ان شاء الله انطلاق بطوله افريقيا المفتوحه لرفع الاثقال البارالمبي. طبعا كل الدعوات وكل التمنيات بالتوفيق لمنتخبنا البارالمبي، اصحاب الهمم اصحاب العزيمه اللي بيعلمونا يعني ايه عزيمه ويعني ايه اصرار. بكره باذن الله تعالى هيكون افتتاح بطوله افريقيا المفتوحه لرفع الاثقال البارالمبي، واللي هتتلعب في صاله الدكتور او مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر، وهتستمر لمده 30 اكتوبر اللي احنا هتستمر لمده او لحد 30 اكتوبر اللي احنا فيه. البطوله مشارك فيها 24 دوله من قارات مختلفه، يعني مش من افريقيا بس، ودي طبعا مفاجاه ليا، بس ده طبيعي عادي بيبقى ليهم او البارالمبي بيبقى ليه قوانين مختلفه. هي بطوله افريقيا نعم، ولكن في فرق من قارات اخرى، ولازم اللاعب يلعب 3 بطولات مختلفه ويحقق فيهم ارقام كويسه خلال فتره التاهيل. ولاعبتنا السنه اللي فاتت شاركوا في كاس العالم، وبعدين بيشاركوا دلوقتي في بطوله افريقيا المفتوحه، والسنه الجايه هيلعبوا بطوله فزاع الدوليه، ودي واحده من اكبر بطولات العالم برضو لذوي الهمم. منتخبنا بيضم اسماء ونجوم الحقيقه من ذهب، خليني اقولهم لحضراتكم. فاطمه عمر اعظم رياضيه على مستوى مصر في التاريخ،
فاطمة عمر يا جماعة، ونرجع نقول ونزيد، فاطمة عمر صاحبة الثمان تسع ميداليات أولمبية. فاطمة عمر عملت إنجاز يصعب حتى على الأسوياء إن هم يعملوه معانا في المنتخب البارالمبي. فاطمة عمر، شريف عثمان، رحاب رضوان، نادية فكري، رندا تاج، هاني محسن، شعبان يحيى، أسماء من ذهب، أسماء تحط مصر دايما في المقدمة. نتمنى ليهم كل التوفيق، وأكيد إن شاء الله الحلقة القادمة هنجيب لحضراتكم أخبارهم، وإن شاء الله نحاول نستضيف نجوم كبار منهم ينورونا في الاستوديو ونعرفكم بيهم، لأن الحقيقة يستحقوا أكتر من ذلك. كده تكون خلصت أخبارنا، خلينا نطلع لفاصل ونستقبل بعد الفاصل فريقنا الأول لكرة الماء رجال، واللي فاز منذ أيام قليلة ببطولة كأس مصر. هنعرف منهم كل شيء، بدايتهم من 4 سنوات، إعداد هذا الفريق وصولا لفوزنا بكأس مصر، وإن شاء الله هم واعدين ببطولة الدوري هذا الموسم. هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه ان احنا طبعا يعني فريق ووتر بولو السنه دي نجح بشكل كبير ان هو يستعيد يعني منصات التتويج او الاول على مصر من 4 سنين الحقيقه غايب عننا لقب كاس مصر. استطعنا السنه دي نفوز بيه منذ ايام، ووعدنا حضراتكم يكون معانا الفريق. في البدايه برحب طبعا بزياد عبد الرحمن لاعب النادي الاهلي واحسن لاعب في بطوله كاس مصر. اهلا بيك يا زياد. زياد وائل، زياد وائل، اهلا وسهلا. ازيك حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب، ومعانا عبد الرحمن فوزي، جوكر، جوكر الفريق، بيلعب في كل المراكز واحد نجوم الفريق. اهلا بيك يا عبد الرحمن. منور حضرتك. منور، ومبروك على الكاس. وخلينا ناخد كده يعني انت من اللعيبه اللي كان ليها مشوار، يعني انت كنت الاول في 6 اكتوبر كلاعب، وبعد كده انتقلت لنادي الزمالك 4 سنوات، وبعد كده انتقلت للاهلي السنه دي، صح؟ السنه اللي فاتت، ودي ثاني سنه ليا في النادي الاهلي. طب خليني اقول يعني اكيد لقب كاس مصر ده ما جاش يعني من فراغ، جاء من اعداد، واعداد بقاله سنين. كلمني عن رحله الوصول لبطوله كاس مصر. احنا بدانا السنه اللي فاتت، كان السنه اللي فاتت ما كانش في كاس، كان عندنا دوري بس. ابتدينا عملنا فتره اعداد قويه جدا طول السنه، وكمان الجهاز سندنا في معسكر لتركيا، طلعنا عملنا معسكر هناك مع فرقه جلطة سراي، قعدنا نتمرن معاهم اسبوع، كان استعدادا للدوري. وبعدين ربنا ما وفقناش السنه اللي فاتت في بطوله الدوري، جبنا مركز تاني، بس ابتدينا السنه دي عندنا طموح اكتر ان احنا عايزين نحقق كل الجوائز السنه دي سواء كاس او دوري. ابتدينا الاول كان عندنا بطوله الكاس، كان عندنا فتره اعداد 3 شهور بنتمرن صبح وليل، ما كانش في بس كان في ماتشات وديه متهيألي، كان في كان في فتره اعداد بنبتدي الاول فتره اعداد لوحدها، وبعدين بنبتدي الماتشات الوديه قبل ما نخش على مرحله الماتشات الرسميه بس. والبطوله كانت صعبه جدا الصراحه، ان معانا نهائي جزيره وبعد كده نهائي هليوبلس، كان عندنا ربع نهائي الزمالك كمان الزمالك، احنا عندنا في المجموعات الاول كان عندنا هليوبلس، ما ربنا وفقناش في اول ماتش، خسرنا في اول ماتش، ده خلى مشوارنا اصعب للنهائي يعني. كان عندها ربع النهائي زمالك، نص النهائي جزيره. طب البدايه كان في خساره صح؟ كان من مين؟ من هليوبلس. هليوبلس ده اللي خلاكوا تاخدوا الطريق الاصعب. بالظبط، خدنا الطريق الاصعب فعلا، ومع ذلك فرضتوا كلمتكم وكسبتوا الطريق الاصعب. الحمد لله. سبحان الله، نصيب. سبحان الله، الحمد لله. طب قول يا زياد، يعني طب لما انتوا يعني، انا الحقيقه ما اعرفش موضوع الخساره، انا اعرف ان انتوا كسبتوا قبل نهائي ونهائي، كان مباراتين صعبين، بس لما خسرتوا هليوبلس في المجموعات ده خلاكوا حسيتوا ان لا الموضوع بعيد ولا الدنيا؟ لا بص حضرتك، احنا لما بنخسر دي بتبقى علامه ان احنا المفروض في ثغره في الفرقه فلازم نصلحها، فبنقوم دي حاجه حلوه بالنسبه لنا ان احنا نتعلم من غلطاتنا زي ما بيقول. فاحنا الحمد لله من ساعتها كنا بالعكس عندنا امل، قلنا احنا هناخد الطريق الثاني، هنلعب الفرق الاجمد في الطريق اللي هو لما خسرنا اليوبلس طريقنا نلعبهم ثاني ونلعب الجزيره. صحيح، فاخدنا ده الطريق الاصعب، الثاني كنا نلعب فرقه بس واحده منهم. فالحمد لله لما حطينا الموضوع في دماغنا، حطينا تشالنج زي ما بيقولوا كده قدامنا، تشالنج لازم نكسب الكاس، الحمد لله كسبناه. فدي كان بالنسبه لنا الحمد لله حاجه كبيره قوي ان احنا كسبنا الكاس. بس خليني اقول ان هو انت خسرت من هيوبلس وجيت في الفاينل، وجيت في الفاينل كسبتها فرق سكور الحمد لله. طب انت لما خسرت منها في المجموعه كان كام؟ خسرنا فرق جون، يعني حتى خساره بصعوبه يعني كنا ساعتها حتى عندنا مشاكل زي ما قلت لحضرتك، غلطات، عرفنا المشاكل فين وعرفنا الغلطات فين وصلحناها، فالحمد لله غطينا الغلطات كلها فكسبنا فرق دبل سكور الحمد لله. طب قول لي يا زياد، يعني انت الترانسفير اللي حصل ده، يعني ان انت تبقى خسران جون وبعد كده تقابل نفس الفرقه في الفاينل. بص احنا بتوع رياضه، الطبيعي ان انا اكسبهم فرق جون 2 زي ما هم كسبوني، انما عشان اكسبهم كان 8-4 صح؟ 8-4. لا الموضوع انا مش مصدقه، انا هنا علقت عليه حتى في البناء، الموضوع مش راكب معايا.
لا اما احنا متفوقين جدا، دي حاجه يعني حاجه يعني، واللي يدل على صحه وجهه نظر دي ان انتوا في الجزيره كسبانهم 10-4. 10-4 مظبوط. الجزيره يعني الماتش اللي قبله على طول كان كان بيوم، حتى احنا لعبنا الزمالك الجزيره اليوبلس بعد بقى 3 ايام ورا بعض. 3 ايام ورا فرقتين محترمين جدا. بتكلم بجد، الثلاثه ورا بعض والزمالك ثلاث فرق جامدين، الجزيره واليوبلس ثلاث ايام ورا بعض، فرق ثلاث فرق محترمين جدا وقدموا ماتشات كويسه جدا، بس احنا الحمد لله كان التوفيق معانا اكتر وكنا تعبنا اكتر فربنا وفقنا. خدناها تشالنج بعد ما خسرت ماتش المجموعات ده، خدناها تشالنج على نفسنا ان احنا تعبنا فمش هنضيع كل التعب ده عشان نيأس بعد ماتش خساره، فابتدينا ندوس على نفسنا اكتر ونشتغل اكتر عشان نبتدي نصلح الدنيا في البلاي اوفس. الحمد لله وربنا كرمنا، نجحتوا بشكل يعني بشكل يعني مرعب. طب قول لي يا زياد، يعني يمكن انت يعني دايما بيقولوا ايه ابن الوز عوام، يعني كابتن وائل عزت طبعا والدك الكبير وطبعا رمز من رموز مش بس السباحه ولوتر بولو، لا ده رمز من رموز العاب الميه كلها في مصر. الحمد لله الجينات بتلعب دور، يعني لما انت ما شاء الله واخد احسن لاعب، يعني مش يعني الناس تقول لك لا ده عشان لا ده انت ما شاء الله واخد في البطوله احسن لاعب. الحمد لله. يعني نصايح بابا ليك ايه حتى وانت صغير؟ هو بابا انا في الاول اصلا انا ما كنتش بلعب ووتر بولو، يعني انا ما كنتش لا في الاول ما كنتش بلعب، كنت بلعب سباحه ولعبه كمان كنت بلعب جودو. فانا حتى هو قال لي بص هتلعب اللعبه دي غصب، يعني غصب هي لازم العب. هي كان السلاله من عيله كده من اول اجداد فبتكمل، يعني ما ينفعش تقف. ف طب انت كنت في السباحه ماشي كويس؟ كنت ماشي كويس الحمد لله، حتى بتوع السباحه قالوا لي ما ينفعش تمشي، قلت لهم لا ده لازم ده امر مش هخش البيت. بس فكملت حتى مشيت بارلل كده زي ما بيقولوا الووتر بولو مع السباحه، لحد ما الووتر بولو سبقت ابتديت بقى اركز فيها هي اكتر، وخدت فتره كبيره قوي من حياتي فعلا، وكنت باجي على دراستي كتير كتير قوي عشان كنت اتمرن تمارين اكسترا برضو عشان ابقى طب احسن. طب بامانه بقى بعد شويه السباحه احلى ولا الووتر بول؟ لا الووتر بول ده عشان السباحه ايوه بس بقول كده السباحه بتسابق نفسك. لعبه ممله دي عباره عن سباق نفسك ارقام بس انما الووتر بول بنزق ونضرب وبتاع وضرب وكوره وكومبيتيشن. انت عندك كام سنه زياد؟ انا دلوقتي 20. طب بسم الله ما شاء الله المستقبل ليك يا رب باذن الله وليكم كلكم يعني طبعا اكيد. طيب انت يعني الفرقه كلها نفس الاعمار كده ولا انتوا في ناس اكبر؟ هو احنا بالظبط من سنتين كان مستوى اعمار الافريج اعمار الفرقه كان في بيدور من 25 لفوق. صحيح كان كبير. صحيح. اما السنه اللي فاتت ابتدى الصغيرين اللي هم الناشئين اللي هم من اول عبد الرحمن لحد 2004 اللي هم 18 سنه ابتدينا نطلع مع نتمرن مع الفرقه الكبيره. فلحد من السنه اللي فاتت بقينا ال 60-70% الشباب اللي هم احنا وال 30% الكبار. فاحنا عشان الصغيرين زي ما بيقولوا بصحتهم كده، فاحنا بصحتنا في نفسنا، فقدرنا الحمد لله نسند الفرقه الكبيره اللي هي الفرقه العمومي وناخد بطوله الحمد لله. بس الميزه فيكم ان بتلعبوا في اكتر من مركز، يعني انت بتلعب ما شاء الله هاب وينج ليفت. مظبوط. فطبعا بيدي حتى المدير الفني نفس الكلام بالنسبه لك عبد الرحمن، انت بتلعب في كل المراكز الحمد لله. طيب خلينا اتكلم عن يعني نظر على الفرقه الاخرى طبعا، يعني ما هو برده انت بتنافس ما تلعبش لوحدك. أيوة. الفرقه تمام الحمد لله ومطمنين عليكم ومجموعه جيده جدا جدا واعمار سنيه صغيره. عين على المنافسين برده، يعني انت شايف مين السنه دي اللي ممكن ينافسنا في الدوري اكتر؟ هو لسه الفرقتين الكبار زي ما هم فرقه الجزيره وهليوبلس بينافسوا مع النادي الاهلي. ثلاث فرق ماشيين في سباق. طب هم دعموا السنه دي زينا؟ دعموا السنه دي زينا. ودعموا برده السنه اللي فاتت. احنا كلنا ماشيين على نفس الخطه، بس الفرق ان احنا حطينا خطه ان احنا نعتمد على الناشئين بقى لها كذا سنه. صحيح. حتى ما كانش عندنا ان احنا نجيب بطولات دلوقتي، بس على قد ما ان احنا نبني فرقه لقدام تقدر ان هي بعد كده تكتسح. نعم. كمان كام سنه. فالحمد لله ابتدينا بقى لنا زي ما زياد قال لحضرتك بقى لنا سنتين او ثلاث سنين بنعتمد على الناشئين يعملوا نتائج كويسه. مش بنكسب لحد ما الحمد لله ربنا وفقنا السنه دي بالكاس، ونبتدي عندنا بطوله ان شاء الله الشهر الجاي بطوله 2000 مواليد 2000 شغالين عليها فتره اعداد دلوقتي. يعني تحت 22 سنه. هي في المنافسات 22. هي كانت بس دي ما كانتش موجوده. ما كانتش موجوده لسه راجعه. صح. واقفه بقى لها ثلاث سنين او سنتين وبعدين رجعوها النهارده. السنه دي قصدي ابتدينا نشتغل عليها فتره اعداد. دي هتبقى زيها زي الفرق الكبير. قريبه منها فعلا. قريبه جدا. هي كل اللي فيها بيلعبوا اصلا في الفريق الاول. بيلعبوا في الفريق الاول في النوادي الثانيه. هتبقى نار يعني هتبقى بص هتبقى ماتشات يمكن اقوى كمان بالدرجه الاولى. بالظبط. ما بيفرقش معانا، احنا كده داخلين تارجتنا واحد. مفيش في دماغنا بقى الكلام ميداليه الذهب فرق جامده فرق مش عارف ايه. كابتن وائل قاعد قدامي على فكره والله العظيم نفس طريقه الكلام والتحدي. لا مفيش معانا وهنخش وهنشيل. لا زياد ما شاء الله. لا بجد ما شاء الله عليكم يعني. طب خلينا اتكلم معاك برده
يا عبد الرحمن ان انت كان ليك تجربه في اكتر من نادي وده وضع طبيعي عادي للاعيب المحترف، هل كان فتره من الفترات كان تارجتك ان تيجي الاهلي ولا دي جت بظروفها كده؟ الحمد لله انا كنت زمان بلعب في نادي اكتوبر، بدات وانا عندي 14 سنه، قعدت العب فيه سنتين. طب ليه برضه ووتر بولو؟ ليه يعني انت هل والدك وداك؟ كان اخويا الكبير كان بيلعب، اخويا الكبير كان بيلعب في نادي اكتوبر، انا كنت بلعب سباحه الاول وبعدين اخويا الكبير كان بيلعب ووتر بولو فابتديت اشوفها عجبتني. حلو. فكنت بهرب من تمارين السباحه وانزل انزل تمارين ووتر بولو. ده هو بمزاجه، انت كنت غصب عنك بس في الاخر التقيته في طريق واحد بالظبط. فابتديت الحمد لله لعبت سنتين ودخلت المنتخب من وانا في نادي اكتوبر. بعدين كان ساعتها جالي عرض من نادي الاهلي ونادي الزمالك، بس ساعتها كان نادي الاهلي فارق قوي واعمار سنيه كبيره، فكنت محتاج ان انا اروح اتطور من نفسي اكتر عشان اقدر اروح النادي الاهلي تبقى واقف على رجلك اكتر. بالظبط، وانا واقف على رجلي اكتر. بس فتحركت من نادي اكتوبر، انا ساعتها كمان كان جالي عرض من الاهلي بس اتحركت على الزمالك، كان جالي زمالك واحد، اتحركت على الزمالك قعدت 4 سنين وبعدين طلعت كاس العالم مع المنتخب ما شاء الله في 2019، ومن هناك كابتن وائل عزت كلمني ان انا اجي الاهلي، ومن بعديها رجعت مصر كابتن سيف ابتدى معايا مشوار الصفقه بقى وان هو يتكلم معايا ليه مش عايز تيجي وتسيب النادي وكده، بس لحد ما الحمد لله ربنا كرم الحمد لله. لا انت يعني بجد اضافه قويه وما شاء الله عليك، يعني لعيب بتلعب في كل المراكز فاكيد اضافه قويه واختيار اكيد يعني اضاف للنادي الاهلي كتير. خليني برضو اجي لك يا زياد، يعني برضو انت ليك اخوات؟ ليه يا اختينا بيلعبوا سباحه ولا كانوا بيلعبوا زمان الاثنين سباحه بس بطلوا؟ يعني بطلوا بس يعني انت اللي شايل حمل الرايه دلوقتي في اللي هو في الرياضه في العيله. لا ومعايا برضو ابن عمي ابن كابتن وليد بيلعب بوتر بولو برضو ولا معانا في الفرقه؟ في الفرقه ما شاء الله. طب خلينا اتكلم عن صعوبه اللعبه، يعني الناس اللي بتشوفنا واللي اللعيبه صغيرين بيلعبوا سباحه، اصل هو اللي اعرفه في الووتر بولو ان انت لازم تبتدي سباحه الاول عشان على الاقل تتعلم تعوم. صح كلام جميل. الناس اللي بتتفرج علينا ايه اللي انت شايفه مهم في اللعب عشان يلعب ووتر بولو؟ هو اهم حاجه فعلا زي ما حضرتك قلت دي السباحه، حتى هم دلوقتي بيختاروا من فرق السباحه الصغيرين يقول لهم تعالوا العبوا معانا ووتر بولو عشان البيزكس في الووتر بولو ان انت بتكون بتعرف تعوم. صحيح، حاجه اساسيه جدا ان انت تعرف تتعامل جوه الميه، يعني ما ينفعش واحد مثلا بيلعب هاند بول ويقول انا عايز العب ووتر بولو مثلا. برافو عليك. صح، الموضوع مش بسهوله، ممكن بس مش بالسهوله دي. تاني حاجه بقى الفيزيكال فيتنس، عشان احنا دايما الناس فاكره ان احنا قاعدين على ارض حيطه، بس مفيش الكلام ده، احنا دايما بنعمل عجله. ده موت. ايوه ده موت. فاللي مفيش حيطه تحتينا دي او مفيش ارض تحتينا وعجله طول الوقت وفايتنج هنا في الاتاك وفي الديفنس، ما هو فايتنج يعني تتزق وتزق وتغطس وتقب لا ده موجود كتير يعني، وتعوم وترانزيشن من الاتاك للديفنس ومن الديفنس للاتاك، ما هي سبرنتات وانت بتنقل من الملعب وكونتر اتاكات. صعب. فالحاجات دي زي ما قلت لحضرتك بقى اهم حاجه، مثلا النقله دي بتبقى مثلا محتاجه عوم سباحه والفايتنج دي بتبقى فيزيكال قوه، فيزيكال فيتنس يعني ما شاء الله ربنا يكون في عونهم اللي بيلعبوا في مركز الفرور ده طول الوقت في طول واحنا في الهجوم بيعملوا فايتنج، والباك ستاندنج بتاعنا بقى نفس الكلام في الديفنس عمال هم اللي بيعملوا الدور ده بس دفاعي. مظبوط. صعب جدا، صعب جدا يعني جدا، بس الحمد لله بالتعود يعني وبالتعب برده مفيش حاجه بتيجي بالسهل كده. بس طب خليني اقول لك برده عبد الرحمن، متوسط الاعمار في الووتر بولو بيبقى كبير، يعني انا افتكر اللعيبه كانت بتلعب 36 و35 و34 لسه الكلام ده دلوقتي؟ لسه. احنا عندنا كابتن فرقه كابتن محمد عبد الستار مواليد 90 فهو عنده 30 سنه دلوقتي، يعني عادي الموضوع ده عادي. هو كان زمان مع تطور اللعبه قلت يمكن الاعمار بتقل، بس واضح ان مع التطور التدريبي لا عادي يلعب لغايه 35 سنه مش مشكله. والحلو كمان ان هم بيدوا خبره للسن اللي تحتهم، يعني احنا عندنا كذا لعيب كبير يعني بنستفاد منهم جدا، كفايه بيدونا هنتات بسيطه حتى في التمرين احنا ما بنبقاش عارفينها. فهو حتى لما هو بيكمل، غير ان هو بيبقى فايده ليه ان هو بيكمل لسه في مجال الرياضه، هو كمان بيبقى فايده لينا احنا ان احنا بيبقى لينا ناس بنبص عليهم قدامنا. صحيح. بنشوفهم بنتعلم منهم. طب منتخب مصر يعني طبعا انتوا كباتن كبار وان شاء الله في يوم من الايام هتشيلوا الراي، انت طبعا بتلعب منتخب مصر، ما اعرفش ازاي بتلعب ولا بيلعب كمان، يعني اتنين من لعيبه منتخب مصر. يعني ينقصنا ايه في منتخب مصر عشان نخش بقى تاني مع الكبار؟ انا عارف ان في افريقيا المنافسه مع بلدي يمكن جنوب افريقيا، جنوب افريقيا صحيح المنافسه بتبقى معاها قويه، هل يعني احنا في طريق العوده ولا لسه بعيد؟ بكل امانه ما فيش. اتفضل 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 يا احمد. احنا عندنا الووتر بولو في مصر كويسه جدا، واحنا كان عندنا ناس في مصر بتطلع، احنا عندنا جون بتاعنا مروان محمد رضا كان جه برده معايا من الزمالك، لعب 4 كاس عالم لحد دلوقتي ما شاء الله، يعني اكتر لعيب في مصر لعب كاس عالم. فاحنا عندنا الووتر بولو في مصر كويسه جدا، بس هي محتاجه ان احنا
يعني نقدر احتكاك بس خارجي. خارجي طبعا طبعا مفيش داخل، هتحتك مع مين او في افريقيا هتحتك مع مين غير بالظبط؟ مفيش. هو الدنيا عندهم بره اسهل شويه لان اوروبا كلها متفوقه في الووتر بولو. انا اسمع ان منتخب جنوب افريقيا قاعد في انجلترا على طول. بيسافر كده. وبيروحوا اولمبيكس على حساب اللعيبه كمان. فبيبقى عندهم، فهم بيحتكوا اكتر كمان مننا، بس احنا الحمد لله يعني هم بيحتكوا اكتر مننا، واحنا كمان لما بنلعبهم بنكسبهم. احنا لو عندنا كميه احتكاك اللي هم بيحتكوها او سافرنا اوروبا عملنا معسكرات، الموضوع هيفرق معانا جدا. الفكره في فتره الاعداد والاحتكاك الخارجي. هو بره في اوروبا متفوقين في كده عشان هم يعني كلهم دول يعني كويسه جدا في المستوى في الووتر بولو، بيقدروا يحتكوا مع بعض بسهوله جدا. ممتاز. عشان يعني انت شايف عندنا كفاءات وعندنا كوادر وعندنا لعيبه؟ عندنا طبعا. شايف كده نفس الكلام ده اللي قاله عبد الرحمن؟ مظبوط كلامه، مظبوط و10 على 10. احنا اللي ناقصنا بس الاحتكاك. هقول لحضرتك مثلا يعني زي بالظبط الهاند بول، الطفره بتاعتها ابتدوا يحتكوا بالفرق اللي بره، ابتدى يتصرف عليهم شويه، فكل ما تحتك كل ما بتشوف يعني بتحتك بابطال خبرات. فبتشوف خبرات وطريقه لعب عامله ازاي، فلما بتقرب منها بترجع بلدك تاني انت في حته تانيه. واحنا لو ابتدينا نركز في الموضوع ده، احنا عندنا زي عندنا تالنتس هنا في مصر كتير قوي، بس الناس دي بيجوا لفتره كده في في العشرينات، في اول العشرينات، يقولوا طب احنا لو فضلنا مكملين هنوصل لفين؟ فبيبطلوا. طب زياد، ما فيش حد مثلا هقول لك ممكن نتحايل على ده بايه؟ انا يعني في الالعاب مثلا زي السله او كده، ممكن يجي لك منحه سكولرشيب في جامعه مثلا في امريكا. عندنا عندنا لعيبه من مصر هنا في نادي الجزيره، عندنا واحد دلوقتي حاليا في امريكا. عندنا لعيبه عندهم دوري جامعات قوي جدا. دوري جامعات قوي جدا فعلا. فممكن نتحايل على ده. هل طب ليه ما في زي الباسكت مثلا، نادي الاهلي باسكت، بس نادي الاهلي في ست لاعبين باسكت في الان سي دبليو اي دوري جامعات كره السله. ليه وفي الطايره نفس الكلام، عندنا يعني لاعبات كتير جدا بنات راحوا من الاهلي وفي من نادي الشمس، ليه في الووتر بولو ما بنشوفش ده؟ هل عدم رغبه اللعيبه ولا العروض اللي بتيجي ولا مش شايفين مصر؟ ايه السبب؟ مش شايفين مصر زي ما يعني احنا مش في الووتر بولو، احنا مش مجهلين تماما. مش يعتبر ان احنا في فرق نعم بالنسبه لهم الفرق حاجه مش شايفينها. ممكن تعوض ده على فكره بالكونتاكتس مع وكلاء، يعني في كلاء لعيبه وتروح تعمل تراي اوت. يعني قصدي اقول لك في لعيبه مش شرط يكون منتخبك بيحقق نتيجه، هي محتاجه يعني انا بعمل ايه زي فلاش لايت كده. أيوة. على الفكره ممكن اتحايل بده زي السباحين. سباحيننا في امريكا يوسف رمضان وفريده عثمان بالظبط. أيوة. بيتمرنوا هناك وبتاع بيرجعوا يمثلوا منتخب مصر. اتحايل لان طبعا الامكانيات هنا اكيد مش يعني اتحاد السباحه يعني برئاسه كابتن ياسر ادريس اكيد الامكانيات مش احسن حاجه، مش مسامحه يعني. طبعا ان هو يعمل يعد فرقه كبيره او بتاع او حاجه زي كده. عشان كده ما عندناش فريق عمومي اصلا في المنتخب. بس سمعت انه رجع هو رجع من فتره، رجع ساعه الكورونا، كان عندنا بطوله عربيه في تونس وبعدين اتلغت عشان بسبب الكورونا ما رجعش تاني. بطولة عربية شباب دي ولا ايه؟ كانت شباب. كانت شباب مواليد 2006 بس كسبناها الحمد لله بفرق شاسع. هي افريقيا هي المحك. ما فيش هو في افريقيا ما في دي البطولة العربية. هي افريقيا العربية ما فيش غير مصر يعني في بالظبط. افريقيا زيمبابوي وجنوب افريقيا، وجنوب افريقيا هي اللي سابقة يعني. هم زيمبابوي وجنوب افريقيا عشان يمكن الانجليز اكتر هم في الموضوع. بالظبط عندهم الانجليز فعلا بالظبط، فعشان كده الموضوع عندهم اسهل. بالظبط. طب خلينا نتكلم زياد عن مثلا طموحات. انت لاعب 20 سنه ما شاء الله، يعني منتخب مصر وفي السن ده ما شاء الله بتلعب مع الكبار، ما بتخافش وما بتقلقش، اكيد انت ليك تارجت، ليك هدف عايز توصل له، ايه هو؟ انا نفسي ابقى طبعا اي حد نفسه يبقى احسن لعيب في العالم بصراحه، ده نفسي يعني ان شاء الله ان شاء الله. فانا بحاول. طب الطريق ايه؟ رسمت لنفسك طريق ايه لكده؟ الطريق ان شاء الله هو في طبعا في عقبه زي ما بيقولوا كده، الدراسه. طبعا دراسه. انت في جامعه دلوقتي؟ انا في جامعه. تدرس ميجور ايه؟ انا ميكاترونكس. ميكاترونكس هندسه. هندسه مظبوط. اهلا بيك اهلا بيك. الموضوع يعني انا بحاول امشي مع بس تقدر. هو ممكن هي مفيش حاجه مستحيله. ممكن اوفق ما بين الاثنين، فالصعبه ان انت تعرف توفق من ده وتوفق ده مع ده في نفس يعني ما تجهلش حاجه من الاثنين. تقدر ان شاء الله. بس طبعا انا في البروجكتس اللي بعملها في الجامعه بيبقى عندي تمارين كتيره فمش بلحق اعملها. فصحابي بصراحه اللي معايا في الجامعه بيساندوني جامد قوي. احنا بنحييهم هنا. بنحييهم. بنحيي اصحابك. لو اقدر اقول اساميهم. لا والله دول برضو بيشتغلوا معايا جامد وبيساندوني عشان اوقات مش ببقى اعرف اذاكر فيها بيساعدوني الحمد لله. طب سريعا برضو عبد الرحمن عشان خلاص احنا نطلع الفصل عشان نستقبل بقيه النجوم، طموحاتك؟ الاحتراف. يعني بعد ما ان شاء الله نعمل انجازات كبيره في النادي الاهلي نفكر في الاحتراف ان شاء الله بره في اوروبا.
في عندنا لعيبه احترفت في مصر كتير، فنفكر ان احنا برضو نمسك طريق الاحتراف ان شاء الله. ربنا هنكلمك نبارك لك باذن الله. طب ما ده حلمك ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن، نورتني وشرفتني، واتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك زياد، نورتني وشرفتني، واتمنى لك كل التوفيق وتكون يعني احسن لعيب في العالم زي ما تمنيت ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نستقبل باقي النجوم كره الماء النادي الاهلي ابطال كاس مصر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما حضراتكم شايفين الوتر بولو من اعنف الرياضات في العالم. مكملين كلامنا مع ابطال كاس مصر للوتر بولو في النادي الاهلي او كاس مصر للرجال. برحب بعبد الرحمن هارون مدافع الفريق. اهلا بيك يا كابتن عبد الرحمن. اهلا بحضرتك، منورنا ومليون مبروك. ربنا يخليك. الف مبروك. ربنا يخليك. برحب بكابتن محمود فياض، طبعا مهاجم الفريق واحد نجومه. اهلا بيك يا كابتن فياض. اهلا بحضرتك، ازيك؟ منورنا. اهلا. خلينا نتكلم معاك بقى عن يعني رحله الفوز. كان في عدم انتظام للبطوله عشان كورونا، وبعد كده دخلنا في موسم ما كانش فيه برضو الامور احسن حاجه، ولكن عوده كاس مصر وفوزنا بيه اكيد ما جاش من فراغ، اكيد نتيجه اعداد ببدايه الموسم. كلمنا عن رحله 3 4 شهور قبل الفوز. بص حضرتك، احنا كلنا برضو يعني اللي عارفين اخد الدوري اللي فات احنا ما توفقناش فيه، وخدنا خسرنا الفاينل فيه، بس من بعديها كان قدامنا تارجت معين ان احنا عايزين نرجع السنه الجايه اقوى بكتير، مش عايزين نتاثر بالخساره دي. فكنا مقررين ان احنا عايزين نرجع نتمرن بس عشان خاطر نثبت ان احنا قد ايه احنا كنا فعلا نساعد ان احنا نكسب الدوري اللي فات. فبدايتها ان احنا لما نزلنا الكاس قررنا ان احنا نعمل اللي علينا. اتكلمنا عن الاعداد كمان. الاعداد البدايه كنتوا بتمرنوا كام فتره في اليوم؟ يعني ابتديتوا من شهر كام بالظبط؟ يعني بدايه الاعداد ابتدينا على طول، يعني ما خدناش فتره كبيره. ابتدينا على طول، وخصوصا عشان الدوري السنه اللي فاتت خلص متاخر، فبرضه ما كانش فيه فرصه ان احنا نروح. فدخلتوا على طول. فبدانا اعداد وكنا بنتمرن الصبح وبالليل وكده. كان في سفر تركيا طبعا ده وفي ده معسكر. قعدتوا قد ايه هناك يا كابتن؟ اسبوع مثلا. اسبوع معايشه وتدريبات وماتشات وديه وهكذا. ورجعتوا من هناك بداتوا بقى ايه الاستعداد للموسم هنا. تمام. طيب خسارتكم في بدايه المجموعه من هليوبلس فرق هدف، ده سبب لكم احباط ولا كان دافع ان احنا ناخد؟ لا لا خالص، احنا كنا بنلعب عشان عارفين ان احنا برده عملنا اللي علينا، وكان برده في لعيبه صغيره كتير طالعه معانا السنه دي وما كانتش موجوده معانا السنه اللي فاتت، فدي برده كانت عامل مؤثر جدا. فبرده ما تاثرناش، وكنا مقررين ان احنا برده مش هنقف عند الخطوه دي. بس هي حاجه محبطه بصراحه في بدايه المجموعه لما تخسر مباراه وتلاقي نفسك اتحطيت اجبر عليك طريق صعب، تلعب الزمالك في الجزيره في هليوبلس، يعني حاجه برده لو ما كنتوش لعيبه يعني عندكم اراده كنت ممكن تحبطوا. ما انا بقول لحضرتك احنا برده عشان يعني احنا كنا عندنا ثقه في امكانياتنا جدا ان احنا كويسين، يعني مش ما نستحقش نخسر، بس برضو احنا مش هنقعد نفكر في الخساره. لعبنا ورا ظهرنا، اتمرنا على طول، وما كانش في اي نوع من انواع الاحباط خالص، سواء على اللعيبه سواء على المدربين سواء على اي حد خالص، ما كانش في اي حد محبط خالص بعديها. بالعكس احنا كلنا حطينا قدامنا ان احنا لازم نقابل الفرق دي تاني عشان نثبت نفسنا، عشان نكسبهم تاني. وبالفعل احنا لما لعبناهم تاني كسبناهم وبسكور. بس هما برضو يعني احنا كسبناهم بسكور، هما برضو ما كانوش يعني مش هما كانوا وحشين، هما كانوا كويسين برضو. ايوه ما احنا برضو كنا كويسين يعني فاهمني، يعني مش انت بتكسب انت بتكسبش فرقه سهله. ايوه يعني مش فرقه الطبيعي بتاعها كويسه. والماتش بيبقى صعب كمان، يعني هو الماتش خلصان سكور بس يعني صعب. يعني هم الفرق مش ماتش كلوز، فرق 3 او فرق 4 ده مش فرق كبير قوي عندنا يعني. وكمان انتوا كاسبين الزمالك كمان في دور الثمانية. كسبناهم كام الزمالك يا كابتن؟ 10-3 يعني برضو ما شاء الله بسكور. الحمد لله. يعني قصدي اقول لك انه انت فرض عليك الطريق الاصعب ومع ذلك ما استسلمتوش. انا قصدي اقول لك ان المكسب حلو. يعني انتوا كاسبين بمكسب تستحقوه. مكسب بطول. صعب. ايوه يعني طيب يعني خلينا اتكلم عن الفرقه عددها كم واحد مثلا؟ احنا بنبدا الماتش 15، بس احنا عندنا الحمد لله عدد كبير، فعندنا حوالي 7 أو 8 كمان بره السكور، يعني نقول 22-23 لاعب. هل في عندكم مجموعه مصعده ولا كلكم في الاول؟ لا في كتير قوي، يعني في مثلا حوالي 15 واحد اللي هم عندهم بطوله 22 سنه اللي هي جايه دي 2000 دول. يعني هو في حوالي مثلا 6 أو 7 بس هم الفيرست تيم بس. الباقي كله. طب شايف دي حاجه كويسه ان احنا اغلبنا شباب؟ اكيد طبعا شايف دي حاجه كويسه. حتى الكبار يعني ما شاء الله يعني الحمد لله. ربنا يحفظكم يا رب في صحتهم، يعني مش لعيبه كبار يعني مخلصين، لا لعيبه بتادي. وعندنا كمان يعني اللي هو اكبر واحد فينا اللي هو كابتن الفرقه كابتن عبد الستار،
ده عنده 31 سنه، فيعني بالنسبه للوتر بولو مش كبير. مش كبير قوي. طب قول لي يعني انت مركزك مدافع، والمدافع ده المفرمه كلها يعني الدفاع واذكر مركز. يعني بص لسه كان قبليك زياد وائل بيقول الباكات يعني مالكم فعلا. طيب يعني المطلوب ايه؟ يعني انا عشان العب باك او يعني يحطوني باك، ايه اللي يعني ايه اللي المدرب بيشوفه في اللعيب والتاني يقول لك لا ده هلاعبه فورورد، لا ده هلاعبه وينج، لا ده هلاعبه باك، ايه المواصفات الباك؟ يعني هو لازم اهم حاجه يكون بيتحرك على رجله كويس في الميه، ويبقى قوي برضو اكيد لازم طبعا، وسريع وكل حاجه طبعا. بس طيب في الووتر بولو في السباحه النص اللي فوق بيبقى اهم كتير من تحت، يعني يعني يمكن نص فوق بتلاقي لعيبه السباحه بيبقوا عاملين زي سبعه كده من فوق جامدين، لان طبعا عضلات البنش والكتاف والحاجات دي كلها، وبيبقى من تحت رفيع شويه. الووتر بولو النصين مهمين صح، والرجلين كمان لازم تبقى اقوى من النص اللي فوق جدا. بس يعني برضو لازم يبقى هي اللعبه كلها بتعتمد على الكور برضو قوي، كور بطن وظهر وكله، فهي لازم تقوي كل حاجه في جسمك. طيب خلينا عشان الناس اللي ما بتشوفش ووتر بولو، كام لاعب في الميه؟ سبعة وسبعة بالجون، يعني سبعة ستة وجون ستة وجون بيبقى ده اللي موجودين في الميه، وبره السكور كده يبقى سبعة، يبقى بره السكور فيه ثمانية، انت بتقول 15 بتسجله صح كده؟ التغيير خلينا يعني يدي برضو حاجات فنية للعبة، التغيير في أي وقت ولا لازم الكرة واقفة؟ لا عادي، وهو الماتش شغال ممكن تخرج حد ينزل زي الهاند بول كده، زي الهاند بول بس ليها يعني تفاصيل تكنيك معين، لازم تخرج وتسلم، ليها حاجات معينه، يا اما ممكن يطرد لو تطرد يعني زي اليد لازم يطلع برجلين الاثنين بره اللاين عشان الثاني ينزل بالظبط، هيك حاجه زي لازم تسلم او تسلم حاجه معينه بطريقه معينه عشان تسمح لزميلك انه ينزل الميه بالظبط، هما الاثنين يخرجوا وبعد كده واحد منهم يخش، يعني لازم الاثنين في العادي. التغيير ده بيبقى في الدفاع ما بين الدفاع والهجوم ولا ممكن اثناء الهجمه؟ لا في اي وقت عادي، اي وقت في اي وقت. طب هو الصح يبقى ممكن الهجمه شغاله ولا بيبقى صعب؟ في لعيب مثلا يعني هو لازم تبقى في ترانزيشن، ترانزيشن صعب قوي تبقى ستة وستة بيهاجموا او بيدافعوا تقوم مخرج واحد، هيبقى في واحد زياده في الفرقه الثانيه. طيب عدد الاشواط أربعة اشواط زي الباسكت، كل شوط كام دقيقه؟ ثمانية بس، ثمانية دول ظهر بس، ثمانية مش ملعبين، لا ثمانية بيقفوا ممكن يقعدوا مثلا ربع ساعة تلت ساعة، يعني ثمانية لعب، هي ثمانية لعب، ثمانية ملعبين، ساعة بتقف لما اللعب بيقف كده زي الباسكت، زي الباسكت، زي الباسكت اليد لا ممكن تبقى ماشية بيباصوا وطالعين بالراحة والكرة بتاع طيب عدد الحكام في الملعب كام؟ بيبقوا كام؟ اثنين بس مش قليلين اثنين على اللعبة؟ يعني في ضرب ومفرمة، ده عايزين 10 عيون، ثلاثة وب10 عيون. ما هو في بقى في اثنين على الماتش هم اللي بيديروا الماتش، وفي بيبقى مراقب للماتش، وبيبقى في المفروض جادج، في جادج بول بيبقى قاعد على الخط، بيبقى يعني بس يعني بس بيساعد. لا بيساعد بس المين بتاع التحكيم في الماتش بيبقى اثنين بس، مقررات من الاثنين دول بس ما بيبقاش كل حاجه باينه طبعا ليهم تحت المايه، اكيد مش بيشوف يعني، فانت نسمع تحت المايه ده بيبقى فيه رفس وضرب وتقطيع مايوهات وكل حاجه، انا بسمع الكلام ده صح؟ الكلام ده حقيقي اللي بنسمعه ده حقيقي؟ حقيقي طبعا. واللي انا قلته ان فعلا الووتر بولو من اعنف رياضات في العالم ده صح؟ هي اعنف رياضه في العالم عامه دلوقتي. طب خلينا نتكلم، انا احب ليه الفنيات عشان الناس تتشوق تتفرج عليها. طيب في انذارات في اللعبه؟ في انذارات وفي كروت حمراء وفي كل حاجه يعني. طيب ايه الكونديشن اللي باخد فيه انذار؟ اعتراض او اي حاجه كده، او شديت لعيب مثلا، او لمست راس لعيب دي فيها طرد، ممنوع تلمس راس. لا ما انا لو ايدي جت على راسه دي طرد دماغ، انت دي صعبه دي، طب انت لازم هتلمس راسه. لا ما هو كتفه بقى تدوس على كتفه والكلام ده عادي، دي فاولات عاديه، لكن ايدك تيجي على راسه دي طرد. طرد على طول. انذار بقى لو عملت فاول، انذار بيبقى في حاله التمثيل، لو في لعيب بيمثل الفرقه كلها بتاخد انذار، الفرقه كلها لو في لعيب بيمثل والحكم شاف ان هو بيمثل فعلا الفرقه كلها بتاخد انذار. بس غريبه انه يدي انذار للفرقه كلها. طب انت كم انذار تاخده وتطرد؟ ما هي عندنا، لا احنا عندنا الطرد فيه كل لعيب ليه 3 ميجر في الماتش، يعني الليج 3 ميجر في الماتش. يعني بعد الميجر الثالث يعني لازم تخرج. الميجر ده طرد. هو ده الطرد. يعني انت ليك 3 طرد في الماتش. كانه طرد دقيقتين كده في الهاند بول، يعني كانه طرد دقيقتين. طب انت لما بتضطر بتطلع تقعد دقيقتين بره ولا بتعمل 20 ثانيه؟ 20 ثانيه. بتقعد فين بقى؟ بتطلع من الميه خالص ولا لا؟ بيبقى في منطقه كده معموله للملعب، جوه الملعب بيبقى بتقوم فيها وتقف في المنطقه دي لغايه ما تعدي ال 20 ثانيه وترجع تاخد مكانك تاني. بس طبعا ال 20 ثانيه دي ظهر كبير ممكن تخلص فيه الجول. ايوه طبعا، ما فرقتك خسرتك. طب يعني ليك ثلاثه ميجر من دول، بس ده يعني جزء اساسي من اللعبه يعني. طبعا يعني قصدي مش زي اليد بقى اكتر كمان يعني. ممكن كل هجمه عادي واحد يتطرد، يعني لعب بيبقى طبيعي في اللعبه. لانها اعنف. اتطردت قعدت 20 ثانيه بتخش تاني، خدت ثلاثه من في طول الماتش بيتم استبعادك. طب لما بتخرج بقى
بينزل مكانك واحد؟ ولا بتقعد 20 ثانيه برده وقت ما ينزل واحد؟ بتقعد 20 ثانيه بقى برده بتنفذ 20 واحد وكان طب حراس المرمى ممكن حارس مرمى يقوم بالماتش كله؟ يعني ولا يعني مثلا حارس مرمى انت عندك كام حارس مرمى في السكور؟ بيبقى اثنين مثلا ممكن يبدلوا ما بينهم ولا اللي بينزل عادي ممكن ده يطلع وده ينزل؟ لا تغيير في اللعبه مفتوحه عادي، مفيش عدد معين او لازم حد يلعب، اي مدرب من حقه يلعب اي لعيب في اي وقت. طب انت بتاخد ما بين كل شوط وشوط كام دقيقه راحه؟ اثنين دقيقتين ثلاثه؟ يعني في بين الثالث والرابع بتاخد خمسه، غير كده بتاخد دقيقتين. دقيقتين بس ده كده مجهود جامد جدا. يعني بصراحه كده انت ما بتلحقش تريح. متعب قوي كمان ان احنا لاعبين الثلاث ماتشات في ثلاث ايام ورا بعض ده، فكان اخر ماتش بالنسبه لنا اصعب ماتش. بس برغم كده الحمد لله كسبت 8-4. الحمد لله. يعني 8-4. طيب مين اللي خد هداف البطوله؟ حد من عندنا؟ احسن لاعب خد زياد. احنا خدنا احسن حارس كان مروان. مروان مروان ما شاء الله، يعني حاجه يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه. الله كان من اضافات اللي جات لنا السنه اللي فاتت. هو فوزي هو جاي يعني جاي من السنه اللي فاتت. هو فوزي جايين مع بعض. هو فوزي جايين مع بعض. جم منين؟ من الزمالك. الزمالك يعني وائل كان في الزمالك حارس المرمى. مروان اسف كان في الزمالك. هو فوزي وفي معانا برضو جالنا السنه اللي فاتت كريم ابو داود من نادي اليوبس، ده برضو هو صغير في السن. مواليد 2004 بس يعني ما شاء الله الله اكبر. بيلعب معانا في الفرقه على طول. يعني دخل في الفرقه على طول ولعب وما شاء الله الله اكبر عليه، يعني ربنا يزيده. طب خلينا اقول انه الووتر بولو في النادي الاهلي كان في فتره بعدت، مش عارف انتوا حضرتوها ولا لا، كنتوا فيها الفتره دي او يعني بعد النادي الاهلي عن منصات التتويج وتقهقر شويه رابع ثالث خامس، بس دلوقتي ما حصلش كده؟ لا احنا دايما في منافسه يعني. بس بس اقصد اقول ان احنا يعني النهارده احنا عاملين جيل اقوى من لان الجزيره واليوبلس هم انديه الووتر بولو، هي اللعبه الاولى عندهم من الالعاب الاساسيه في النادي. جماله مميه قايمه على اللعبه دي بالظبط. فلما كان دايما النادي الاهلي منافس، النهارده احنا بنكسبهم عادي بسكور، يعني شايف ان احنا يعني اتقدمنا عليهم يعني حتى. لا هم لسه بينافسونا برضه طبعا، بس احنا النهارده لما الاقي سكور 8-10-4. بص حضرتك احنا يعني في الاهلي عامه مش في كره المايه بس، يعني انا مش باصص للفريق اللي قدامي اذا كان هو وحش ولا حلو عشان اكسب انا واخسر. صحيح. فاحنا شايفين ان هم فرق محترمه جدا، معاه مدربين محترمين جدا، بيجيبوا محترفين، بيلعبوا حلو، عندهم لعيبه كويسه جدا، واصحابنا كلهم. احنا في الاول وفي الاخر احنا عايزين نكسب حتى لو هم احسن فرق في العالم. احنا عندنا التارجت ان احنا عايزين نكسب. هم كويسين؟ كويسين. فيهم لعيبه كويسه، فيهم لعيبه كويسه، عندهم مدربين كويسين، عندهم مدربين كويسين. احنا بقى كويسين وعندنا مدربين كويسين وعندنا كل العوامل اللي خلينا نكسب، بس ده اللي احنا مركزين عليه الفتره دي، مش مركزين على اي حاجه تاني. كلام جميل. طب عبد الرحمن الفرقه الثانيه جايبه محترفين يعني؟ يعني في اجانب معاهم في الفرقه يعني بيسمح بالاحتراف الدوري؟ هو عاده في السنين اللي فاتت كان يعني هم معاهم محترفين واحنا معناش، بس المحترفين بقى لها سنتين او ثلاثه ملغيه خالص، مفيش محترفين لا هم عندهم دلوقتي ولا احنا ممكن. مدرب لكن لعيبه لا، يعني بقى لها سنتين او ثلاثه ما عادش في اجانب، محدش بيجي بقى، مش مسموح بيه. بس هو اول قصد اقول لك انه يعني بيتهيالي المحترف ممكن ما يبقاش فارق قوي، يعني بيتهيالي المحترفين لما هيجوا بيروحوا اوروبا اغلبهم، ولا انا غلطان ولا بيبقى لا؟ احنا برده خلي بالك احنا برده يعني مصر والله، يعني احنا مش موجودين في بطولات عالميه وكده، بس احنا عندنا امكانيات كبيره قوي والله. يعني احنا عامه في الناشئين كل المنتخبات في الناشئين بيطلعوا بيحتكوا بيعملوا اداء مشرف جدا في كل البطولات، فاحنا عندنا الامكانيات كمواهب، عندنا مواهب كتير جدا، لكن احنا ما عندناش يعني زي ما برده عبد الرحمن قال لحضرتك، ما عندناش برده ثقافه الاحتكاك دي، ما بنحتكش كتير، فما عندناش يعني ما بنحتكش كتير زي الدول بره، فمش قادرين برضو. بس احنا عندنا افضل من الدول، يعني انت بتقول ان احنا عندنا مواهب كتير جدا. احنا عندنا يعني احنا كان عندنا برضو في الفريق هنا كان عندنا لعيب اسمه خالد ماهر برضو كان طلع لعب بره وكان بيلعب وعامل اداء كويس، واحنا لعيبتنا اصلا طول عمرها حتى مش في الاهلي بس في مصر كلها، ففي مصر عامه عندنا مواهب كتير، بس محتاجين نستغلها صح بس مش اكتر. لكن احنا نقدر نلعب مع منتخبات بره ونقدر نحتك بيهم ونقدر نعمل معاهم نتائج كويسه جدا، ممكن نوصل لحاجات ابعد من كده بكتير. طب قول لي يا فياض، انت يعني انا بحب دايما اسال كل لعيب طموحاتك ايه؟ انت هدفك ايه؟ ايه عايز يعني تعمل ايه اللي انت نفسك تحققه؟ احنا اول حاجه بالنسبه لنا كلنا احنا ناخد الدوري، ده التارجت بتاعنا كلنا قبل اي حاجه. وانا كمان التارجت بتاعي. يعني مش بجد حرفيا احنا السنه دي لحد بيفكر ان هو ياخد احسن لاعب ولا هداف ولا احسن جون ولا احسن مدرب. ما اعتقدش ان حد بيفكر في الموضوع ده على قد ما هو بيفكر ان احنا ناخد الدوري، دا
ده التارجت بتاعنا كلنا، وده التارجت اللي يعني متعودين عليه اصلا من الاهلي هناخده يعني صح. اي لعبه في اي مشكلته ما بس لازم ناخد الدوري يعني دي اهم حاجه عندنا ان شاء الله هناخد الدوري باذن الله طالما الروح دي موجوده هناخدها اكيد ان شاء الله. طب قول لي برده عبد الرحمن يعني التارجت بتاعك ايه هدفك؟ انا برده الدوري اول حاجه وبعد كده ان شاء الله يعني عايزين نسافر مع المنتخب يعني ان شاء الله بطوله في اوروبا ونعمل حاجه يعني يبقى نمثل مصر تمثيل مشرف يعني ان شاء الله. ان شاء الله تقدر الروح دي هتقدروا باذن الله وهنعمل لكم احتفاليه كبيره باذن الله قناه الاهلي هنا ان شاء الله. ان شاء الله نيجي لحضرتك بعد الدوري هنعمل احتفاليه كبيره ليكم لان انتوا فعلا اللي انا شايفه ده لا حاجه عظمه يعني ان شاء الله تحققوا توفقوا وتحققوا اللي انتوا عايزينه باذن الله. انا بشكركم شكرا جزيلا عبد الرحمن نورتيني وشرفتني. ربنا يخليك. فياض بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتني. اعزائي المشاهدين احنا مكملين ان شاء الله هنطلع لفاصل عشان استقبل بعد الفاصل الجهاز الفني طبعا زي ما بيقولوا عريس الانجاز الكبير. بعد الفاصل هنتكلم معاهم عن رحله الفوز بكاس مصر بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين طبعا حلقتنا النهارده مع الووتر بولو ابطال كاس مصر. طبعا فوز رائع فوز بمشوار صعب الزمالك ثم الجزيره ثم هليوبوليس واكيد الجهاز الفني كان له دور كبير جدا. بنرحب بالبدايه بكابتن توفيق جماد مدرب الفريق. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا بك منورنا والف مليون مبروك. ميرسي لحضرتك جدا الحمد لله رب العالمين. بنرحب بكابتن سيف الدين ممدوح مدير اداري الفريق. اهلا بك يا كابتن سيف. اهلا كابتن هيثم منورنا. الله يخليك كابتن سيف. طبعا يعني عايز ابتدي من البدايه يعني بدايه الموسم الاعداد التارجت بتاعنا الهدف خاصه ان الووتر بولو من الالعاب الصعبه والنافس انديه اللعبه الشعبيه الاولى فيها هي الووتر بولو بالظبط. كلمنا عن بدايه الاعداد خاصه حضرتك مدير اداري وكل الامور دي كانت معروضه على سيادتك في البدايه. احنا التوجه من الاول من حوالي سنتين من اخر يعني موسم انتقالات ان احنا ننزل بمتوسط العمر بتاع الفرقه. فكنا الفتره اللي فاتت مهتمين جدا بقطاع الناشئين وحتى الانتقالات اللعيبه اللي جت من بره النادي كلها اعمارها صغيره يعني عبد الرحمن فوزي مواليد 2000 وائل مروان مروان جون مواليد 2000 ابو داوود وتوني مواليد 2004 فحتى اللعيبه اللي حتى جبناها من بره يعني كنا بنشترط متوسط اعمار صغير بالظبط متوسط اعمار صغير وكان في نفس الوقت يعني الدايركشن ان احنا ننزل بمعدل الاعمار وما نبعدش عن المنافسه صعبه دي كانت صعبه شويه بس يعني ابتدت يعني تؤتي ثمارها زي يعني يعني هي صعبه بس اتحققت بطوله هي كاس مصر بالظبط بتفوق كاسح يعني طبعا السكور كده بس واحنا كنا اجهز فرقه في الوقت ده من الموسم وهم طبعا الفرقه الثانيه قويه يعني محترمه جدا وقويه بنحترمها واحنا علشان احترمنا المنافس كويس جدا ودي القيمه اللي زادت على الفرقه دي السنه دي قدرنا نعمل السكور ده. نعم ودي حاجه يعني اللي بيخليها المكسب طعمه حلو يعني انت كنت ممكن تبقى يعني تبقى سكتك سهله يبقى ماتش فاينل بس بيتهيألي لو كانت سكتي سهله كان الموضوع هيبقى اصعب بالنسبه لنا لان انت لما بتلعب ماتشات جامده ورا بعض بيفضل ريتم الماتش الجامد انت عايش انت المود عايش انت رايح يوم الفاينل انت لسه امبارح كان عندك ماتش شبهه بالظبط فانت الريتم بتاع الماتش القوي محافظ عليه غير لو انت انا سامع حتى كابتن توفيق بيامن على كلامك يعني انت يعني انت بتقول لو يعني انا اول مره اسمع كده انا دايما يقول لك ابقى مريح بتاع واخش على الماتش جاي بس انا سمعت كابتن توفيق بيقول طبعا لان انت الريتم انت واخد على رتم السرعه بتاع اللعب انت مش جاي من راحه على الملعب راحه يومين او راحه ثلاث ايام ما بين الماتشات لا ده انت كنت لسه في الملعب قبليها بكام ساعه. طب هل اللي مشجعك ده اللي قاله كابتن سيف ان متوسط اعمار صغيره ده اللي متوسط اعمار صغيره وانت جهزت كويس يعني اشتغلت في النادي الاهلي بيدي لك المساحه ان انت تشتغل كويس تجهز للمواقف اللي زي كده ما انت مش عارف في البطوله ايه اللي هيقابلك مش عارف ايه السيتويشنز او المواقف اللي هتتحط فيها فانت لازم تبقى مجهز لكل اللي هتقابله في السكه. بص بقى يا كابتن انا طبعا الفقرتين اللي قبل كده كنت بتكلم مع كباتن واللعيبه والنجوم بس هنا بقى الاجابات بقى هنا المطبخ هنا مطبخ المكسب دي منين؟ طبعا يعني اللعيب لعيبه وده حاجه تحترم انما الجهاز هو اللي بيبقى عنده يعني بص حضرتك بتقول ايه يا كابتن توفيق؟ بيقول احنا بنعد اللعيبه لسيتويشن زي ده طب خليني اقول اصعب ماتش انت كان وجهه نظرك بقى فني اصعب ماتش من الثلاثه سيبك من المجموعه اليوم والله لو 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 اتكلمت بامانه شديدا لا هي بطوله كاس مصر عموما بطوله صعبه بطوله الووتر بولو في مصر بطوله صعبه طبعا. قصة ان انت بتلاعب فرقة زي فرقة هليوبوليس بتاريخها الكبير والعظيم ولا الجزيرة بتاريخها وحاضرها طبعا طبعا يعني لا ينقص ان هو خسر بطولة او خسر ماتش جزيرة او هليوبوليس لا فرقتين فرقة صاحب التاريخ طبعا 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 وداخل دلوقتي منافس جديد نادي الشمس داخل في الموضوع
طب هل افهم من كلام حضرتك ان ماتش ليوبلس كان اقوى ماتش؟ الفاينل بيبقى ليه حسابات مختلفه برضه، يعني ضغطه مختلفه غير ضغطه السيمي فاينل انت بتجهز ل... طبعا صحيح. يعني مختلف، يعني كل ماتش وليه صعوبته وليه طريقه شغله وليه طريقه تفكيره. صحيح. وزي ما كابتن سيف قال لحضرتك، هو التوجه اصلا من بدايه من سنتين من كابتن وائل بقى بإدريات لكابتن سيف وكابتن محمود حسن حاطين بلان بكابتن فاضل ان انت تنزل بمعدل الاعمار. جينا لما قعدنا في اول السيزون انا لسه منضم للفيرست تيم، انا كنت السنه اللي فاتت مع فرقه 2005 حضرتك قلت لي فلسه منضم للفيرست تيم. قعدنا ورشه عمل بقياده كابتن وليد عزت المدير الفني طبعا، وبروجرام اشتغلنا كل واحد في اتجاه، كنت انا كابتن سيف كان بيساعدنا في الحاجات الفنيه احيانا، هو اصلا كان مدرب طبعا في الكواليس قال لي يعني هو فني كمان لا ما شاء الله يعني وكابتن احمد اسامه. فالحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على عدد 34 لعيب. والجميل اللي قاله كابتن سيف كمان ان احنا بنقلل الاعمار بس عايزين ناخد بطوله. طبعا طبعا احنا يعني في الاخر احنا عارفين كويس قوي طبعا، مع كامل الاحترام لكل المنافسين، بس احنا في الاخر نادي الاهلي يعني مهما كنت بتعمل، مهما كنت بتعد فرقه جديده، مهما كنت بتعمل، في الاخر خالص هنيجي اخر الموسم نتحاسب انت عملت ايه. طب هسال حضرتك سؤال يا كابتن، حضرتك راجل يعني مدير اداري وكنت مدير يعني فني في الناشئين، وكابتن كابتن توفيق كمان، احنا اغلب قوام فرقتنا من اولاد النادي صح ولا انا بتكلم كلمه غلط؟ الاغلب الاغلب يعني بالزبط. يعني في طبعا صفقات جايه، ولكن احنا الاغلبيه طالعين من عندنا من قطاع الناشئ. الاغلب طبعا. طيب انت لما بتيجي تتعاقد مع لعيب جديد، انت كراجل مدير اداري يعني طبعا في ناحيه فنيه، ولكن في ناحيه برضو سلوكيه، في ناحيه طبعا ايه مواصفات اللعيب، مش فنيا بقى، ايه مواصفات اللعيب كشخصيه كاركتر عشان تتعاقد معاه بالذات في الووتر بول؟ الكاركتر يعني الكرايتيريا بقى اللي احنا بنحطها علشان نختار لعيب يعني ينضم للنادي الاهلي. الفتره اللي فاتت كان من الكرايتيريا ان احنا طبعا السن ده خلاص غطيناه، جزء بقى الانضباطي يعني ما يكونش يكون بتاع تمرين، عايز يتمرن، ما يكون حتى فيزيكلي كويس، ما عندوش اصابات مزمنه، يكون جاهز يخش جوه السيستم اللي احنا عاملينه. النادي الاهلي موفر لنا يعني امكانيات كبيره جدا ولوائح كتيره جدا تخلينا نسيطر على الموقف يعني في الفريق. يبقى في انضباط، يبقى في انضباط وسيستم، فلازم اللاعب يجي يخش جوه السيستم ويتقبل. يعني هي دي حتى الجزء ده يعني يعني مسؤوليتي انا في الفرقه، موضوع ان الراجل ده مش سهل الفرقه. لا هو بص عادي بيروح، لا والله ما بهزر، بيروح ويتفرج على ماتشات وبيتابع كذا حته وكذا لعيب وريبورتات. مدير اداري اداريا وفنيا عنده العين بتاعه الفنيين، راجل ما شاء الله. وطبعا يعني كابتن وائل وكابتن محمود حسن من الناس اللي بتدي مساحات، يعني انا كنت مسؤول عن ملفات مهمه جدا جدا، المساحه دي انا هم سايبين لك الحريه في الاختيار، سايبين الحريه طبعا مع وفي نفس الوقت الموضوع ما في مونيتور منهم في بالظبط، لكن الحريه والشغل ده ده النجاح. المدرسه دي بتبقى مريحه جدا ان هو يعني سايب لك مساحه انطلق فيها، وكل شويه طبعا بيتابعك وبيساعدك من خلف الكواليس طبعا، هو بيساعده طبعا كده كده، بس هو سايب لك مساحه تجري فيها يعني. اهنيك على الاجابه دي يا كابتن، وسمعت الحقيقه منك حاجات كتير، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنكمل حوارنا مع الكباتن الكبار ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع كابتن توفيق جماد مدرب العام للفريق، مدرب الفريق، وكابتن سيف الدين ممدوح المدير الاداري. كابتن سيف، يمكن الدوري هو الهدف الاكبر والاسمى ودايما البطوله المحببه لدى جماهير النادي الاهلي. طبعا. كيف يتم الاستعداد لبطوله الدوري؟ مشوارنا فيها ازاي؟ شكل البطوله ازاي؟ احنا الاول يعني هبدا من حيث انتهينا، من اخر يوم في كاس مصر بعد ما كسبنا، كابتن وائل عمل اجتماع للفرقه سريعا كده بعد الفوز، وتعامل مع بطوله الكاس كانها بطوله يعني زي مش تنشيطيه بس بطوله مهمه وكسبناها، ولكن مش ده الهدف بتاعنا. احنا في السنين اللي قبل كده ممكن كنا نكسب الكاس وكنا نقع في فخ ان احنا طالما كسبنا الكاس فاحنا المرشح الاول للدوري. فكل الفرق خايفه مننا وبذل مجهود اكتر. احنا السنه دي هنخش الدوري بعقليه المتحدي، مش احنا البطل، لان حاليا في حامل لقب للبطوله دي حتى الان حتى هذه اللحظه، لكن احنا هنخش بالمنتاليتي بتاعه المتحدي، احنا عايزين نغير الوضع القائم ده، فلازم نشتغل ازيد بكتير جدا براه مما كنا ناويين نشتغل. منتاليتي محترمه جدا بالظبط. فيعني مشوار البطوله عامل ازاي؟
يعني الدوري؟ البطولة هتبدأ إن شاء الله في فبراير، شهر 2 في شهر فبراير كده، عندنا أربع شهور إعداد في النص، في بطولات وإعداد ولا وهيبقى إيه؟ لسه إحنا يعني إحنا طبعا هنبدأ فترة بدأنا أوريدي فترة إعداد، إحنا خدنا بعد الكاس أسبوع بس وبدأنا تمرين على طول. ممتاز. ولسه مش عارفين بقى، في بطولة عربية في ديسمبر لسه مش عارفين هنشترك فيها ولا لا، بس احنا بنتمرن كل يوم، بس احنا كده كده فتره الاعداد للدوري بدات. ممكن يبقى في سفريه ولا ما يطرحش الكلام ده؟ لسه لحد دلوقتي ما طرحناش، لان احنا لحد دلوقتي ما عندناش جدول واضح لبطوله الدوري هتتلعب ازاي وهتتلعب، السيستم بتاعها يبقى السيستم بتاعها يبقى عامل ازاي، احنا لسه مش متاكد، بس احنا بنجهز يعني لاي بطوله لاي حاجه احنا لازم نكون جاهزين. بالظبط، ده فكر محترم كابتن توفيق، نفس الكلام فنيا. ويا ريت يا جماعه لو تجيبوا لنا صور المكسب واللي كانت من شويه دي موجوده برضو، عايزين نذكر بيها الساده المشاهدين. يعني بنتكلم عن الناحيه الفنيه، انت كمدرب بيبقى عندك ازمه لما يبقى في توقف طويل، طبيعي قد يكون سلاح ذو حدين، سلاح انه يوديك الفرقه تنزل، وممكن يكون سلاح انه يخلي الفرقه تبقى احسن. مظبوط. بتتصرف ازاي؟ من فضل ربنا علينا الحمد لله، احنا معانا زي ما كابتن سيف بدانا الكلام، احنا معانا معدل الاعمار صغير في الفرقه، يعني معدل الفرقه عموما اعمار صغيره جدا. نعم. فالفتره اذا كان صور المكسب اهي اللحظات دي اللي احنا هنستعرضها واحنا بنتكلم مع كابتن توفيق. اتفضل يا كابتن. المعدل الاعمار ده مساعدنا في حاجه. نعم. مساعدنا ان انا عدد اللعيبه كبير جدا، انا بمرن حوالي 34، احنا كابتن وليد بالجهاز كله بنمرن 34 لعيب، بتتراوح اعمارهم من 18 سنه ل 32 سنه ما شاء الله، والغالبيه تحت ال 25، والغالبيه كلها تحت ال 25 سنه، يعني ما عندناش تقريبا غير اربع لعيبه بس هم اللي فوق ال 25 سنه، ولعيب واحد هو اللي كسر ال 30. كابتن كابتن الفرقه محمد عبد الستار. الحمد لله الاعمار الصغيره دي عندها مراحل سنيه، عندها بطولات. طب كويس، بطولة زي 20 جايه، بطوله 20 سنه اللي هي كانت مترحله من السنه اللي فاتت، هتتلعب كمان 10 ايام، فده اعداد لمجموعه اللعيبه شغاله مش عطلانه. بعد كده عندي بطوله 18 سنه. ممتاز. وبطوله 19 سنه برضو 2003 و2004 البطولتين دول، فعندي معدل كبير الحمد لله هيبقى شغال من الفرقه. برافو. مع الطقم بتاع الفيرست تيم اللي هو اوريدي ما عندوش حاجه لغايه شهر 2، بيجهز بقى ببروجرام معين كابتن وليد حطه واحنا شغالين عليه كلنا، مقسمين وقتنا ومقسمين بعض يعني كجهاز، مقسمين مين هيشتغل ازاي ومين هيشتغل فين ومع مين. طب كابتن ده فكره حلوه جدا، يعني انت دلوقتي راجل عامل جروبس. طبعا 18 بيلعب، 19 بيلعب، 20، 22، كل دول بيلعبوا بطولاتهم وبيتعدوا كخلايا. مظبوط. سيلز معينه، ده مجموعه دي ما هنا ومجموعه دي، وبعد كده انت بتجمعهم مع بعض التدريبات مع الفريق الكبير. الفرقه الثانيه ايه؟ ما انا برضو مش انا لوحدي. مظبوط. الفرقه الثانيه عندها نفس الكونديشن؟ عندها طبيعي، طبيعي ان هو عنده نفس الكونديشنز بس اعمارهم اكبر. بس في اعمار طبعا، في بقى عنده اعمار اكبر، انا عندي مراحل سنيه العدد فيها اقل. يعني هي بتتراوح ما بين كده وكده. طب هل احنا كنادي اهلي عندنا اكبر عدد من اللاعبين اللي بيتطبق عليهم الكلام ده ولا مثلا نادي بيوكس؟ لا الحمد لله احنا بنزلنا بمعدل اعمار بقينا من يعني اكتر من اكتر نادي عنده الكونديشن ده والوضع ده. الحمد لله. دي خطه كويسه طبعا، حاجه كويسه. ما انا بقول لك هو الخطه مش وليده السنه دي، هم بادئين من يعني كابتن وائل مع كابتن محمود وكابتن فاضل بادئين البلان من سنتين على ان معدل الاعمار ينزل، لغايه اما وصلنا الاول السنه دي بقى كابتن وليد بقى حط الهيكل اللي هنشتغل بيه، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله يكمل يعني على خير في الدوري. طب يمكن انتوا عندكم كل سنه قصه وحدوته وهي الاختيارات بين اللعيبه، يعني انت بتيجي في الناشئين بالذات عندك ما شاء الله ووتر بولو في النادي الاهلي تارجت لاعضاء كتير في الجامعه العموميه، فبيجي اختبارات وبيبقى عندك في الناشئين اعداد كبيره، فانت عندكم صداع كما هو الحال في كل الالعاب الفرديه. صداع في الاختيار، هل عندكم يعني معيار او مسطره تقدروا بيها تصفوا او يعني طب المرحله دي بتعدوها ازاي؟ بتعملوا هل بتعملوا اختبارات فرديه في كل فروع؟ برضو هرجع، انت في نادي الاهلي مش سايب لك حاجه. صحيح. نادي الاهلي جايب لك راجل مدير قطاع ناشئين اجنبي. صحيح. كان مدرب يوناني. كان يوناني، كان مدرب منتخب مصر لمرحله الناشئين، النادي الاهلي جابه بعد ما خلص عقده مع منتخب مصر. الراجل ده الحته دي كلها بتاعته، بيمانج بقى من اول قطاع الاكاديميه لغايه قطاع الناشئين. طبعا طبعا. وطبعا كابتن يعني وليد بقى اذا مدير فني للعبه كلها معاه طبعا، مساعد معاه بقى. بس انت عندك النهارده مدير فني عين حياديه، راجل اجنبي. انا عايز فيجن، انا عايز ابص على مستقبل، مش عايز دلوقتي، مش عايز البطوله الجايه بس، انا عايز كمان سنه سنتين. انا مش انا النادي الاهلي،
انا الكونسبت انا متربي اول واحد بيخسر المركز الثاني. ده قصه وحدوته في ليفربول ده طلع الموضوع كبير. طب كابتن يعني عندي لعيب بروميسنج حاجه اداريه بقى اهي، واللعيب ده طالع من 20 سنه او 19 طالع درجه اولى تمام، ملوش مكان. اللي معاه في مكانه هو لعيب كويس جدا، بس مكانه لعيب انا في لعيب كويس او 2 3 لعيبه جامدين، بتصرف ازاي؟ هل بسيبه يمشي ولا ممكن اطلعه اعاره؟ تعملوا ايه؟ الاعارات بدات قريب جدا، يعني الاتحاد سمح بيها قريب، ما كانش مسموح بيها. الاتحاد فتح موضوع الاعارات ده، وفي نفس الوقت يعني النادي برضو كابتن وائل كان قدم مقترح وتوافق عليه باستحداث فئه جديده في العقود، انت تحافظ على اللعيب. ان انا هي اصلا كان الغرض منها اللي حضرتك بتقول عليه ده، لعيب ناشئ بروميسنج جدا وفي نفس الوقت مش هينفع لعيبه دلوقتي. ما انا دي بص يا كابتن انا ليه بس حضرتك السؤال ده؟ لان انا عارف انتوا شغالين ازاي. انتوا شغالين عندكم وفره غير طبيعيه، يمكن اكتر نادي، اكتر من الجزيره واكتر من هيوبلس، فلازم يبقى في حلول. انا لعيب مش معقول اسيبه يمشي واجي ابص الاقي بقى في هيوبلس نجم وبيكسبني. صحيح صحيح. فانتوا كده عملتوا دبل اكشن، في اكشن مع الاتحاد حصل وسمح بالاعارات. بالظبط، سمح بالاعارات، وعندنا في النادي اجراء داخلي ان في وجه اخر من العقود بالظبط استحدثت ان احنا نحافظ على هذا اللاعب. بالظبط. وفي بقى كمان حاجه من الاتحاد اتعملت السنه دي، البطوله بتاعه مواليد 2000 اللي هي 23 سنه، فحتى الولد اللي هو ما عندوش فرصه دلوقتي يبقى مع الفريق الاول عنده في بطوله. انا سجله مع 22، انا سجله مع 23 ويلعب، بيبقى عنده تارجت بطوله. والله لو اثبت نفسه اهلا وسهلا، هي يعني مش بالدور. برافو. بس يمكن دي الحاجات دي او الامور دي ساعدتكم، يعني انا شايف ان بالشكل ده كده لا طبعا الموضوع ده لقى لكم مخرج كبير قوي. طبعا يعني البطوله دي ساعدتنا جامد جدا. يعني بص يا كابتن، يعني ما شاء الله حجم الجهد يعني مبذول في هذا القطاع، يعني احييكم عليه واحيي كابتن وائل وكابتن وليد واحييكم فرد في الجهاز. في جيش يعني فعلا طبعا. ناس كتيره قوي بتشتغل، يعني من اول طبعا كابتن وائل وكابتن محمود وكابتن فاضل وكابتن مدحت فرج، وانا كمان في يعني الجهاز الفني بتاع الفريق الاول كله حابب ان انا يعني اشكره، كابتن وليد وكابتن توفيق وكابتن احمد اسامه ودكتور احمد اكرم وخالد بن عيسى، ده راجل هو بيصور الماتشات، وطبعا كابتن احمد الحفناوي اللي هو انا اسف لقطع كلامك، كابتن بلال النفس طبعا انا جاي كابتن بلال كابتن بلال المعد، وانا بقى زمايلي في الجهاز الاداري ما اقدرش انسى يعني محمد رشوان ريشه، ده راجل يعني فعلا بقى دي ناس ربنا يكرمك ويعني بتشتغل بقلب للنادي الاهلي، وكابتن وسام عزت الاثنين بصراحه شعلة نشاط وشعلة يعني اجراءات فعلا. سريعه يعني. ربنا يكرمك كابتن سيف وبشكرك، نورتيني وشرفتيني ومزيد من التوفيق يا كابتن. الله يخليك، متشكر جدا كابتن. كابتن توفيق نورتيني وشرفتيني ومزيد من التوفيق، ونحلم ان شاء الله بالدوري ان شاء الله خير. الله المستعان ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده مع الووتر بولو، استعرضنا لكم قد ايه حجم الجهد المبذول عشان نوصل للبطوله، تارجتنا الدوري ان شاء الله، وباذنك يا رب باذنك يا رب هنجيب الدوري السنه دي. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وإلى حلقة جديدة مع الأبطال.